ودي طريقة الروبيان للزيت والليمون زي ما حضرتكم شايفين اهو، كل روبيانة مفتوحة السنجاري زي ما قال الشيف هشام. وادي التتبيلة اهي، وطبعا ان شاء الله فيما بعد هعرفكم التتبيلة دي بتتكون من ايه زي ما انتوا شايفين. ان شاء الله نص ساعة هيطلعوا من الفرن واتفرجوا عليها هيبقى شكله عامل ازاي. السلام عليكم، ودينا رجعنا اهو بعد ما طلع من الفرن زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا لازم ناخد بقى سنة الليمون بتاعته